تقول الحمد أي كل المحامد لله، الاستغراء كل المحامد لله، أو جنس الحمد لله ليس كجنس الحمد لغير الله. لله اللام للاستحقاق والاختصاص، الحمد لله لا لغيره. وإذا قال العبد الحمد لله، قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، والحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم لا الثناء. لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. الحمد لله رب، الله هو الرب، وتربية الله سبحانه وتعالى لعباده تربية لما يقوم به البدن، وتربية لما يقوم به الروح، وهذا أعلى تربية، تربية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. تربية لما يقوم به البدن، ماذا؟ خلق الخلق ورزق الخلق، الخلق والرزق، هذا تربية. وتربية إنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذه أعظم تربية. فالله سبحانه وتعالى هو الرب، إذا كان هو الرب لابد أن يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ قال الذي خلقكم. إذا كان هو الخالق إذن هو الرب، وإذا كان هو الرب لابد أن يعبد. تقول الحمد لله، أنا أحمد الله. لماذا؟ لأنه هو الرب. كأنك تقول أنا أعبد الله سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق، فالخالق هو المستحق للعبادة. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الحمد لله لماذا؟ لأنه هو رب العالمين. رب العالمين، ما سوى الله، كل ما سوى الله مخلوق، إذا ما يوجد خالق إلا خالق واحد سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. فإذا قال العبد الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي.